FM. الكل مليك. يا سيدي يا بن سيدي، اليوم أربعة عناوين مش خمسة. باهي. قلنا مولد وكذا وعبد الداهي ما نطولوش عليهم. مش بوتياج وستة ولا حاجة. مرحبا بكم في الكابريس، نبداو بجريدة الصريح في الصفحة العاشرة. الأطباء والصيادلة غاضبون. الطب واللي فارماسيان متغشين. في الوضعية ذي واحد برك يكون فرحان اللي هو مولا تيتيان. خاطر يبيعك دويته تاع الذبيح والغزره والتبريه وتابع ابو تليس وعرق لسان كلهم يخرجوا في تتي ان ومعاه مولد تونسي عامل كوكتيل. نمشي لجريده التونسيه في الصفحه الرابعه. قرضان سعوديين لتونس. البيجيك مشى للسعوديه خذا قرضان نورما ياخذ ثلاثه، ثم قرضه اخرى عندها خمس سنين غاديه. عندها خمس سنين ما جاتش القرضه الاخرى. قرضتنا بريتو. نمشيو لجريدة الشروق في صفحة 11. بعد رجة أيقظت التونسيين قبل الفجر. مالك بالرجة اللي صارت؟ هل بلادنا مهددة بالزلزال؟ سامحني حراك المرزوق شنية. فهمتش انا. اخر اخبار اول مره باش نعطي اخبار من الصباح خاطر في العاده ما نخزر ليش خاطر كبيره اليوم ملزوم. الصباح في الصفحه العاشره. اسمع اسمع بربي اسمع. اجماع في مجموعه 17 حول سوريا. وزير الخارجيه الاردني ناصر جوده يقول هناك توافق مطلق بين كل مجتمعين في نيويورك على ان داعش وجبهة النصر اللي تابع القاعدة إرهابيين ولا في بالي تابعين الرشيديين. أقوى إجماع خرج الإجماع لجبهة النصر اللي تابع القاعدة وتعظيم الدولة الإسلامية. قالك 17 ناقصين زوز و19 ولا في بالي تابعين الرشيديين شادو مزيد غرس. أنا ما كانت هذه الكابريس كابريس الكلمة ليك.